أنا واحد وطريقي نفس طريقك ومصيري نفس مصيرك. شكر كبير جدا جدا للهيئه الوطنيه للاعلام والتلفزيون المصري, هو اللي طلعنا وهو اللي كبرنا وهو اللي ليه افضل كبيره علينا كلنا كجيل. يعني الاغنيه وقتها دلوقتي, يعني الحقيقه انه احنا محتاجين نبقى كلنا واحد, ويعني هو ده المطلوب الايام دي. والاغنيه معموله بمنتهى البساطه, من اول الكلام اللي كتبه صفوت زينهم لغايه اللحن البسيط خالص الجميل اللي عمله احمد صالح لغايه التوزيع برضو البسيط الجميل المعبر جدا جدا بتاع شريف منصور. انتوا هتكملوه هتزينوه بانه دلوقتي فعلا الاغنيه اللي ما بتتشافش ما بتتسمعش. طبعا احنا سعداء جدا بالنهايه الوطنيه للاعلام بتنتج هذه الاغنيه للفنان الجميل صاحب الصوت الجميل علي الحجار, أغنية كلنا واحد, أغنية وطنية جميلة يا رب تعجب الناس كلها. وطبعا ده من إنتاج الهيئة الوطنية للإعلام, ويا رب تكون باقورة إنتاج لأغاني كتير جاية إن شاء الله, ومسبيره دايما في تقدم بإذن الله. أولا معنا مطرب كبير علي الحجار. الأغنية مرت بمراحل كتير قوي, كنا في جهات كانت عايزة تنتجها ودخلنا, وفي الآخر قناة نيل الدولية وقطاع الأخبار وصوت القاهرة برعاية الهيئة الوطنية للإعلام قامت بإنتاج الأغنية. نتمنى إن شاء الله تكون الأغنية على مستوى يعني ترضي مصر كلها. لما نيجي نصور أغنية النهاردة في القلعة وإحنا بنحاول ندعم السياحة في مصر, وأغنية جميلة للفنان كبير زي الفنان علي الحجار, فدي حاجة الحقيقة سعيدة جدا بالنسبة لي, وأتمنى أنها تليق باسم الفنان من علي الحجار وبالهيئة الوطنية للإعلام, وتبقى حاجة وتبقى بداية لعودة الإنتاج الغنائي لمسبيرو اللي هو أنتج كل البدايات للمطربين الكبار اللي في مصر. الاستاذ مصطفى حنفي كلمني من قناه النيل الدوليه وبلغني ان هيبقى في كليب مع المطرب علي الحجار, ومحتاج اطفال في سن اعمار مختلفه ويمثلوا طبقات الشعب المختلفه المصري. فانا عرضت على اولياء الامور وهم ما منعوش, وطلبت منهم ملابس بقى بتمثل كل الاجزاء بتاعه مصر المحافظات كلها. الولاد عملوا الملابس في اثناء اجازه نص السنه. بعد اجازه نص السنه مدرسه التربيه الرياضيه مع الاستاف اللي معايا عملنا بروفات للاطفال لمده 10 ايام عمل على الاغنيه. الفكره جت من الاطفال, فكره ان كلنا واحد, فالاطفال هم مستقبل البلد ان شاء الله. والفكره برضو ان احنا كنا نلبسهم ملابس مختلفه معبره عن كل فئات الشعب والطوائف والاقاليم الممثله لمصر العربيه للجمهوريه, وبالتالي كانت الفكره ان احنا نجيب اطفال لفكره المستقبل والملابس معبره عن الجمهوريه عموما بكل طوائفها, وكانت تبقى معبره عن دعوه الرئيس السيسي لتوحيد اطياف الامه. التقارب ما بين المعنى الاغنيه والنايل تي في ومعنى الاغنيه واللي الرئيس بيطالب بيه طول الوقت واللي احنا محتاجينه في مصر فعلا الفتره اللي جايه. افتح قلبك واقبل غيرك, خلي في قلبك حب لغيرك علشان تعرف قيمة نفسك, لازم تعرف قيمة غيرك. اللي هيبني مصر هو الأطفال, هو ده اللي احنا محتاجينه يقول معانا المعنى ده. قلبنا واحد, حلمنا واحد, وطريقي نفس طريقك ومصيري نفس مصيرك.